leur mobile, il a affaire. Alors que ce n'est pas le cas. Donc là, Allah vous dit, il va falloir aller voir, même quand on a construit, c'est parfait. Mais allez, il faut aller voir Eshkin Kaïd Dakhil, le contenu. Donc je vous propose Eshkin Nabo, il m'a plus de 60% des choses acquises pour Ben Fulia. Je sais pas où il y a un siyah à l'un, où je sais bien dit, il s'est pas proposé de m'acheter la tabac ici. لتأخر النمو وزيادة الوزن سواء في المغرب أو على المستوى الدولي. وكذلك الجزء الثالث سيتطرق إلى شرح ماهية الألف يوم الأولى من حياة الطفل وأهميتها. وستختتم ببعض الإجراءات التحسيسية المرتكزة على العلوم السلوكية والعلوم السلوكية التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. يولي صاحب الجلالة تطرق من رسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للبشرية. أنور رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش، ترأس اليوم السيد ولي جهة مراكش الأسفي عامل عمالة مراكش لقاء احتفالا بالذكرى 19 لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش، ممثلي المصالح الخارجية، رؤساء اللجان المحلية، رؤساء الجامعات الترابية، المجتمع المدني الشريك للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكان هذا اللقاء فرصة لتقديم حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش خلال الفترة المرحلة الثالثة من 2019 ل 2022، واللي هي منجزات تعنى بدعم الرأسمال البشري. هذا اللقاء كذلك هذا اللقاء هذه السنة هذه اختيرة لذكرى 19 مبادرة وطنية للتنمية البشرية، يعني شعار 100,000 يوم أولى أساس مستقبل أطفالنا. نظرا لأهمية الألف يوم الأولى منذ الحمل إلى إضافة سنتين نواتين للولاية في حياة الطفل وفي التنشئة ديالو في التكوين ديالو الفيزيولوجي والعضوي. وكذلك كانت فرصة هذا اللقاء للتذكير بأهمية تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب الشركاء ديالها في مجموعة من المحاور التي تعنى بدعم يعني الأجيال الصاعدة، خاصة صحة الأم والطفل. كذلك فرصة لتعبئة وتحسيس جميع المتدخلين من أجل يعني المساهمة يعني في تنزيل مقتضيات هذه يعني هذه البرامج التي تعنى بصحة الأم والطفل لما في خير لأطفالنا في المستقبل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.